اهلا اهلا، احلى شهيدة، توحشكم بزاف بزاف، ونتمنى ان شاء الله تلقاكم هاد لا فيديو وانتم في احسن الاحوال. ومبروك عيدكم، الله يدخلوا عليكم يا ربي بالصحه والعافيه، ويحل طريق الخير والنور ديال مولانا في طريقكم. وان شاء الله هاد لا فيديو غيكونوا فيها بزاف ديال التفاصيل، فكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وشكرا دائما على حبكم وعلى الدعم ديالكم. باقي متابعيني بزاف ديال الحاجات خاصني نديرهم، باقي ليا الكيك اللي غادي نوجد غدا ان شاء الله. بالنسبه للحلوه راه كاين بعض الانواع اللي انا شريتهم، باقي ليا المهم باقي ليا بعض التحضيرات غادي نحيدهم عليا دابا بالليل. المهم بالنسبه للكيك اللي غادي ندير، غادي نقادو ان شاء الله بالكنافه، هذه كنت جبتها معايا واحد المره كنا فطرنا عندي مال الشام مطعم سوري كما تتعرفوا، وخديتها ب 40 درهم الكيلو. غير الكيك ديالو عرفتي واحد الطريقه اللي غادي نقد معكم تيجي زوين بزاف. المهم انا درتو هنا في هاد الطاوله هادي، وغادي نحاول انني غير نحلو، لان هي كما تتعرفوا كنافه كتجي مجموعه، وغادي نسقيها بزبيده، وغادي نحاول انني نشاركها معكم خفا زربا. ومن بين التحضيرات ديال الغدا اللي غادي نقصوا عليا شويه ديال الوقت، وانني غدا ان شاء الله في الغدا غادي ندير اللحم معسل بالطريقه المغربيه. دونك انا خديت البرقوق وخديت الشريحه، وعندي حتى المشماش، فانا رقتهم في الماء وفي العصير ديال البرتقال وفي شويه ديال هذا الماء ديال الزهر، باش هكا يعني في نفس الوقت كيرطابو وفي نفس الوقت كيجيو منسنين اللي كيطيبو بواحد الطريقه زوينه بزاف. بالنسبه للكنافه فانا استعملت تقريبا واحد 200 غرام، ما بين 200 حتى 250 على حساب الكنافه، يعني واش كتشرب لكم الزيت والزبده بزاف، لان الحجم ديالها ملي كتشرب يعني هاد الدهون هادو فهو كينقص الحجم ديالها. غير وكان ناخذ الكميه اللي غادي تكفينا هكذا للقالب، لاننا غادي نحاولوا اننا نفرقوها، وهانتم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير لها باش تشد ليا الشكل ديال القالب. بالنسبه للدهون اللي انا ضفت ليها، فانا ضفت ليها نص كاس ديال الزبده من بعد ما طيبتها، يعني حتى الموازيت، وكذلك ربع ديال الزيت النباتيه، يعني ولا بدا صراحه من الزبده والزيت يعني لهاد الكنافه باش هكا تجي كطيب وكيدخلها الذياب وتجي مقرمشه كما تشوفوا ديال الطريقه، يعني باش قديتها في المول وتنضغط بداك الكاس باش كتشد ليا الفورمه ديال المول، وهكا باش كتجي شاده في راسها. دونك هنا احتاجيت واحد 100 غرام ديال الزبيب و100 غرام ديال هذا ديال اللوز اللي انا طحنتهم في لاشواغ، وغندوز هنا المهم راني طحنتهم وخليتهم على جنب حتى نضيفهم ان شاء الله لهذا الخليط. هنا فانا استعملت 4 ديال البيضات، من الاحسن يكونوا بحراره المطبخ، يكونوا ماشي صغار بزاف، المهم يكونوا الحجم ديالهم متوسط. غادي نزيد هنايا واحد ساشي ديال الفاني، عندي هنا 4 كاس ديال الزيت النباتي، ما بغيتش صراحه نكثر الزيت بزاف، درت غير 4 كاس ديال الزيت النباتيه، تقريبا واحد 50 مليلتر ولا 60 مليلتر بحال هكا. وضفت كذلك اللوز والزبيب، طحنت قبيله. بالنسبه للسكر سنيده انا صراحه ما كثرت شاي، لان غناكل معاه ما بغيتش نكثر بزاف، درت غير 4 كاس، بغيتو نتوما ديروا نص كاس كيبقى لكم الاختيار، لان ديجا الخليط راه فيه الزبيب راه غادي يجي حلو. من بعد ما كنخلطو حتى لاخر يعني في اخر مرحله عاد كنضيف واحد الكاس ديال الدقيق الابيض، وغنضيفو عليه كذلك واحد جوج ديال الخمارات. المهم راه المراحل موضحه في لا فيديو، مازال المقادير نكتبهم لكم في التحت في لا باغ دانفور، تيكون واحد السام تما، راه بزاف المرات كنخلي لكم بزاف ديال المعلومات. صافي غادي ننزل هنا فوق من الكنافه، وندير فوق منها هذا الرقائق ديال اللوز، وغادي ندخلها الفران طيب على درجه حراره 150، ما تخليوش الفران يكون سخون بزاف باش هكا سيدخلها الطياب، وصدقوني كتجي لذيذه بزاف. انتما غتشوفوا معايا ان شاء الله الشكل ديالها في مائده التقديم.
احسن حاجه كتعجبني في صباح العيد هو ملي كنحل عيني على هاد الصوص ديال التهليلات وتكبيرات العيد، لانهم تبداو الصباح بكري باش يلا كيتجمعوا المصلين. اش غادي نقول لكم، واحد الفرحه تنحس بها وكنفيق وانا كلي حب وحيويه ونشاط واقبال على هاد النهار هذا، ونشارك واحد الفرحه مع وليداتي مع راجلي مع الناس اللي كنبغيوهم. والحمد لله تيدوز واحد النهار جد مميز. لقيتوني هنا كنبدل الفراش ديال غرفه النوم خفا زربا، جبت هنا هاد الغطاء ديال الناموسيه، راكم عارفين بالطرز المغربي، وغادي نحاول انني نقادو باش نعطي هكذا واحد اللمسه مميزه ونحسوا بهذا النهار هذا. وهنا بالنسبه للمسمن يلا هبط غير كنسخنوا، لان يلا حضرته هذا واحد اليومين ودرتو هكذا في الثلاجه باش هكذا غير نسخنوا صباح العيد. وبالنسبه للحلوه فاحنا غير شريناها، شرينا من عند واحد السيد كاين في حي النهضه، وتقريبا هذه واحد العامين ولا ثلاث سنين وحنا كناخذوا من عنده الحلوه، وصراحه عنده الحلوه زوينه ما تيغش في المقادير، تخدم مواد اوليه زوينه. يعني ملي كناكلهم بصح تذوق الحلوه زوينه في المذاق ديالها. غير وكان نقلب لكم على النمرة التليفون ديالو الى لقيتها، راه نحطها لكم في صندوق الوصف. او كانت هذه هي الطبيله ديالنا ديال العيد. هنا راه نسيت ما نزلت الحلوه اللي كنت بارطاجيت معكم سوغ انستغرام، لان صراحه ما بغيتش ناكل الحلوه بزاف، وحضرت هذيك الحلوه باش هكا ناكلها باش ما المهم باش ما نخرجش على السطر وباش ما نحس بذاك الخمول اللي كيجيني من بعد العيد، لانني اكتشفت انه كيجيني بكثره الحلاوه اللي كنت كناكل. وبالنسبه لهذا الكيك هذا راه كيجي كيحمق، غير جربوه الا بغيتوا تحمروا الكنافه اكثر تبقى لكم الاختيار، وحتى لو بغيتوا تسقيوها بالسيرو ولا العسل تجي معلكه اكثر فتبقى لكم الاختيار. ومبروك عواشركم. وهنا جات الوقيته ديالي ديال كل مرأة مغربية ملي كنسالي الفطور، ولكن اللي كتلبس جلبتها قبل الفطور ولا وكتمشي، ولكن انا حتى كنفطر كنلبس هكذا قفيطن باش هكا كندير الشغل ونوجد الطبيله، عاد كنلبس القفيطن ولا الجلابه اللي غادي نصل به صلة الرحم، ولا غادي يجيو عندنا الناس ولا على حساب، يعني كل عيد والظروف ديالو. ولقيتوني هنا كنسرح شعري بهاد لابغوس، هاد لابغوس يلا شري صغير سامو غير قبل العيد بواحد 3 ايام حيت اللي كانت عندي قبل ما بقات شي خدامه، وخديتها من الكترو بلانيت ب 430 درهم. شكرت عليا السيده اللي كاينه تما، انا غتقولوا لها فاطمه زهره كيفاش من قبيله وانت كتسرحي شعرك ودابا تضفريه؟ انا دائما كنرد شعري هكذا للقدام وتنضفرو المهم بهذا الشكل هذا باش يعطيني الفوليوم. فوالا ديال النتيجه اللي تنقلب عليه، لان ما تعجبنيش شعري يبقى مسرح ليس، تعجبني يكون فيه شويه ديال الفوليوم. صافي وجينا انا نقادو الحاله ولبستي على القفيطن ديالي ونديروا الاشياء ديالنا الزويونه ونفرحوا براسنا هكذا. يعني الانسان تفرح براسو بعد واحد الشهر، وباش حتى حنايا نفرحوا مع وليداتنا. وعرفتي هاد الحزام هذا ما تصوروش المعزه ديالو في قلبي هذا ديال ماما، وعرفتي ملي لبستو حسيت بواحد الحراره راه ما يمكنش، واحد الاحساس غريب جدا. فالله يرحم ماما ويرحم جميع الاموات يا ربي، ويجعلهم ان شاء الله من الفردوس الاعلى. غندوز نوجد الطاجين ديال اللحم، مع اللحم معسل. المهم انا عندي واحد الكميه ديال اللحم، واول حاجه اللي اكتشفتها مع الوقت هو ان اللحم منين كنشرملو ليله قبل وكنطيبوه ما تيجيش اي صراحه زوين، تيجي مر بكثره ما كيتشرب لينا هذوك المكونات، ماشي كي بحال الدجاج. الدجاج منين كنشرملو وتنخليو ليله كامله كيجي بنين، ولكن اللحم لاحظت بان بصح منين كنشرملو وتيبات ليله كامله كتجي فيه بحال واحد الشكل ديال المروره تيمو كيترقد في هذا. ولقيت باننا منين كنرقدوه يعني غير واحد ربع ساعه قبل كيجي بنين اكثر من اللي درناه بحال البارح. المهم هذا بالنسبه ليا الطياب،
كل وحده خاصها تمشي على حسب داكشي اللي كيدير لها مع يديها، ما كاينش واحد القاعده يعني. هذا رايي الخاص، لان انا اشوف فكنبقى نجرب ولقيت بان هذه الطريقه احسن، تيجي اللحم تيبقى محتفظ بداك المذاق ديالو وكيجي لذيذ اكثر، وما تجيش فيه حتى المروره، وحتى المروره يعني كتجيب كثره العطريه وحتى بالبصله. المهم انا هنا راه عندي كيلو و200 غرام ديال اللحم. دونك هنا بالنسبه للعطريه شنو غادي ندير؟ غندير فقط الابزار، الملحه، سكينجبير والخرقوم، وغادي ندير غير نص معلقه من كل حاجه باش ما نكثرش العطريه. ومن بعد ندوز باش نشارك معكم باقي المكونات. المهم الابزار هنا عندي غير واحد نص معلقه. وبالنسبه للسكينجبير والخرقوم وكما قلت لكم الابزار يعني غير نص معلقه، درت انا 5 الفصوص ديال الثومه، غادي نحكهم، وغادي نضيف كذلك زعفران شعره، ونضيف كذلك مليحه من اللحم ما تكثروش، يعني منين يكون اللحم تايطيب راكم تذوقوا في التالي، الا كان ناقص زيدوا شويه، من الاحسن يكون ناقص على يكون زايد، وزعفران شعره من طبيعه الحال. وغادي نفرغوا الماء سخون على هاد التوابل هادو، وهاد الطريقة تجي احسن من انكم ديروا التوابل مباشرة على اللحم، باش هكا ما كيجيش فيه واحد المذاق مر، وحتى اللحم كيستافد وكيجي منسم بالتوابل اكثر. صافي، هنا غادي نوضع اللحم في واحد لوبول، وغادي نفرغ عليه هاد التوابل مع الماء ومع زعفران شعره، ونخليه غير واحد ربع ساعه ان شاء الله، وندوزو نطيبوه. بالنسبه للبصله حتى هي كما قلت لكم حاولوا انكم ما تكثروهاش، بحال دابا انا عندي هنايا كيلو 200 غرام، راه درت غير واحد البصله متوسطه يعني ماشي كبيره بزاف. صافي، وغادي نوضع فوق منها اللحيمه، ونفرغ فوق منها هاد الماء اللي فيه التوابل واللي هو غادي يطيب فيه. تقريبا راني درت واحد لتر ولا روب ديال الماء، هو اللي غادي يطيب فيه اللحم، و الا احتاجينا الماء من بعد راه حنا غادي نزيدو على حسب اللحم شحال كياخد ديال الطياب. المهم هنا راه استعملت انا اللحم بقري، وضفت واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون، ضفت كذلك شويه ديال القرفه باش هكا المذاق ديالها ما يجيش لينا غالب وما يجيش باين في المرق، وضفت كذلك شويه ديال السمن اللي حتى هو صراحه يعطي لها الطبق يا سلام واحد المذاق، غير ما نكثروا شيء، وان شاء الله نتوما تشوفوا معايا النتيجه، راه واحد الطبق مغربي اصيل ديال عيالات زمان. وبالنسبه للطنجره فاحنا غير تنغطيوها بلا ما نسدوها مزيان. بالنسبه للمشماش والشريحه والبرقوق اللي رطبتهم البارح في الماء والعصر ديال الليمون وما زهر، تشربوا لي هذاك الماء كما تشوفوا، راه الماء ولا قليل، عطي واحد الريحه فيهم يا سلام، عطيت تهيب ناكلهم دابا قبل ما نغسلهم. وابار ديك النسمه اللي كتجي فيهم ديال الليمون وديال ما زهر، فهما ما كياخذوش لنا بزاف ديال الوقت باش يطيبوا، لانهم ديجا رطبوا لنا يعني ليله كامله. دونك غادي ندوز نطيب كل حاجه اولا نعسلها بوحديتها، بحال انا المشمش درتو في الكاسرونه، زدت عليه شويه الماء لان الماء ما بقاش، ما غاديش يكفيهم داك الماء اللي بقى كما تشوفوا، راه بقى غير شي شويه. ونزيد شويه ديال الزبده، واحد معلقه صغيره، شويه ديال العسل، ونخليهم يتسلوا. بيان سور كل حاجه غادي نحاول انني نعسلها بوحديتها. ايوي الا لم يكن كنت نطيب شي مثل هكذا مغربيه على حق وطريقه، الفرحه اللي كتكون فيا لاله ما بحالها فرحه. دونك غندوز هنايا نشعل البوطه. بالنسبه للحم ملي كيدخل فيه الطياب غير شي شويه، يعني القياس اللي منين نهزوه ما يتفرتتناش، غادي نحاولوا اننا نوضعوه في واحد الطبيصل، وناخذوا ديك البصله ندوزوها في واحد الصفايه باش هكا ديك المريقه تتجينا مدغمره وكتجينا بحال ديال العراسات، ما كتجيش الحس ديال البصله باين، يعني دوك الطرفه ما تيجيوش باينين. هذه هي الطريقه كنديروها في الصفايه، وتنحاولوا نصفيو مزيان تكيو هكذا بواحد المعلقه حتى كندوزو البصله كامله من دوك العيون الصغار، وكنعاودو نرجعو اللحم ديالنا يطيب، وكنركز ان اللحم ما يكونش فايت فيه الطياب، يعني غير واحد شويه يكون هكا بدا كيقبط راسو، صافي ونزلو ونديرو هاد العمليه هادي ونرجعو كلشي يطيب. البنات اللي قالوا لي متقيستعملي صفايه مع سخون، صراحه ديال الصفايه اللي عندي حاليا مشيت ديك النهار ناخذها ونسيت، مشات لي من عقلي، خديت الصخره ونسيتها، سيرتو ديك اللي كتكون ديال الحديد ولا ما عندي شيء. المهم هنا غادي نرجعو ان شاء الله اللحيمه كما تشوفوا، راه باقي خاصها شويه ديال الطياب. صافي، ونرجعو ليها هذاك هذيك المريقه، ونشللت غير هاد لوبول هذا باش يلقى اللحم فاش يطيب، ومن الاحسن اللحم كما قلت لكم
ما تحركوش بالمعلقه، ولا حاولوا انكم غير تحركوا هكا الطنجره بيديكم باش هكا ما كيتفرتتناش. وبالنسبه للشريحه حتى هي راه نفس الشيء، غنزيد 3 طريف ديال الزبيده والعسل والبرقوق حتى هو نفس الشيء، غير البرقوق غادي نزيد عليه شويه ديال القرفه وصافي. وهي كما تشوفوا يعني كتعسل وكتاخد الوقت ديالها باش انها تطيب. الا جاتكم بقى ما طابت زيدوا ليها شي شويه ديال الماء، ماشي مشكل. وصراحه تيجي هاد الفواكه كيجيو هكذا معسلين بالليمون اللي رقدناه فيهم وما زهر وبهالطريقه، وزبيده والعسل يا سلام، عطي واحد المذاق كيجي فيهم. غير جربوا هكذا بالليمون ترقدوه فيهم واحد ليله كامله، راه كيجيو كيحمقوا. وبالنسبه للسلطه جاتني اسهل وحده نقدر نديرها هي هذه. درت فيها هنايا الخس اللي قطعته، لي طوماط سوغيز، ودرت كذلك لافوكا حتى هي قطعتها المربعات، وزدت من الفوق صلصه البيستو اللي كتعطيها صراحه واحد المذاق. انا بالنسبه لي صلصه البيستو اي سلطه كيف ما بغات تكون تعطيها واحد المذاق يا سلام. وضفت هنا من الفوق شويه ديال الحامض عصرته على قبل لافوكا باش ما يتبدلش ليها اللون ديالها. بالنسبه لصلصه البيستو ان شاء الله انا غادي نبارطاجيها معكم في شغل سوغ انستغرام، لانها ساهله مهله وما تتاخذش بزاف ديال الوقت، وتقدروا انكم تستعملوها ميم مع لي بات. بعد مرات غير تنسلقهم وتنزيد عليهم هاد لاصوص وتنعطيها لوليداتي. وهذه هي الحيمه ديالنا كما تتشوفوا، غير وكان حاولوا انكم ما تسخنوها حتى تبغيو تقدموها باش هكا ما ينشفش لكم المرق. واش غادي نقول لكم السر باش انها تجي منسمه بواحد الطريقه اكثر من رائعه. حتى الاخر عاد ضيفوا العسل وضيفوا شويه ديال زعفران شعره، غير سخنوها وديروها ما بين يديكم، حكوه وديروها فوق من حتى تبغيو تقدموا، صافي وخليوها تشحري واحد 3 دقائق وقدموا الطبق وشوفوا كيفاش كيجي. يا سلام، راه واحد الريحه وواحد المذاق رائع جدا. عرفتي راه منين تكونوا طيب وراه كاع الناس يسقسوكم شنو كطيبوا شنو لو سكري. وبالنسبه للفواكه المجففه اللي حنا عسلناهم قدمتهم بهذا الشكل هذا. بالنسبه للبرقوق فرشيت عليه غير شويه ديال الزنجلان، المشمش عمرته باللوز اللي سلقته وقليته. وبالنسبه للشريحه فانا عمرتها باللوز اللي كان مسلوق ومقلي، وطحنته مع شويه ديال الزبيده والعسل والقرفه وما زهر، وعمرت به بحال شكل ديال الكميميسات. وقدمت اللحم ديالي بهذا الشكل، عاد تصدقوني ما كرهتش نذوقكم كاملين باش تعرفوني المذاق علاش كنهضر. كما شفتوا معايا ما قويناش العطريه بزاف، درنا داك الشيء غير قليل لان هذا هو السر، ما خاش العطريه تكون كثيره. وبلا ما نحاولوا اننا نشرملوه ليله كامله على ظنا منا انه غادي يجي لذيذ، وحنا غير كان يجي لنا اللحم مر وما تنعرفوش مناش، والبصله حتى هي ما نكثروهاش. وكان هذا هو الطبق ديالنا، عرفتي راه ما تغدينا حتى لديك الخمسة ولا الخمسة ونص، دير ما بقيناش بعانين من الفطور. و فوالا، وديك الساعة صافي جبدت عليها بواحد النعيسة، عرفتي ما فقت حتى لين ما بقيت عارفة الليل من النهار. وكان هذا هو الطبق ديالنا، كيجي أكثر من رائع. وكانت الغزالات ديال الفيديو ديال اليوم، شكرا دائما على حبكم وعلى الدعم ديالكم وعلى تعليقاتكم الزوينة وعلى حبكم، وتنبادلكم نفس الحب ونفس الاحترام. ونضرب لكم موعد إن شاء الله في فيديو قادم. خليتكم في راحة الله.